مساء الخير. ضربت موجات من الأمطار بلدان عربية عديدة سببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، مما دفع بالسلطات العراقية لإغلاق المدارس وغرقت العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمعظم مناطق بغداد بالمياه، كذلك المنازل، إضافة لتعطل حركة السير نتيجة ارتفاع منسوب المياه وأعلنت حالة طوارئ. كما تساقطت الأمطار بغزارة بالأردن والجزائر والإسكندرية بمصر، وتساقطت حبات البرد بالسعودية وأدت لارتفاع منسوب المياه وتكون بحيرات على الطرقات وتوقف حركة السير. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى مساء غد، حيث رح يتأثر جونا بمنخفض جوي رح يؤدي لطقس ماطر. الحرارة عادية، رطوبة منخفضة، البحر معتدل الموج وحرارة مياه 25 درجة. أما ليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجة الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. أما لبكرة طقسنا غائم مع استقرار بدرجة الحرارة ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار بالجو، وبيتحول مساء إلى غائم وتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية. وهلأ بنبقى بجولة على درجة الحرارة اللي رح تسجل لليلة على الساحل، عم بتسجل 20 وبالبقى 9، المرتفعات 15 و6 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ من المينا 25، عبرين 23، بدارو 26، شويفيه 23، معركة 25، ومن بعدها حاروف 20، عيناتها 21، شتورة 23، عنجر 24، حصرون 14، والمعيسرة 23 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 45 و65%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الريح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والريح جنوبية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل لل 20 وبكرة بين 20 و26 درجة، ومثل ما ذكرنا إنه فيه هطول الأمطار بعض المناطق اللبنانية، ونهار الخميس بين 19 و25 درجة. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 24، مسقط 32، بغداد 24 درجة، تونس 26، القاهرة 26، خرطوم 35 درجة، وأخيرا برلين 8. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلا بتركن تابعوا آخر أخبارنا.